يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا من لما وعيت على الدنيا كنت بين أب يعشق النساء والعلاقات، وأم ضعيفة الشخصية، أو نقدر نقول إنها طيبة وتحب أبويا وتخاف منه. كبرت على مشاكل اللي بين أمي وأبوي، بالإضافة إلى علاقاته. تزوج وإحنا باقي صغار، كنا نحتاجه، وكبرنا وكان هو ملتهي عنا بزوجته وبعمله، وأحيانا يجينا وهو متغير علينا وعلى أمي. صرنا نشك إن زوجته ساحرته، صار يكره أمي مرة، يكون زين شهر والشهر الثاني مو طايقين بعض. تدرون إنه وصلت لمرحلة لما أجي أوقف وأصلي أدعي وأقول يا رب يا رب لا تعاقب أبوي، يا رب أنا مسامحته وإنت كمان يا رب سامحه واهديه يا رب علشان يرجع يحبنا. طبعا أمي حنونة وتحبنا وتحاول تاخذ دور الأم والأب، بس بنفس الوقت من الضغوطات النفسية كانت تكسى علينا وتضربنا. طبعا عاذلينها والله يعينها، وبعمر 10 سنوات تحديدا انفصلوا أمي وأبوي بسبب المشاكل العائلية، ومن هنا بدأت المعاناة الحقيقية. أبوي أخذنا من أمي غصب عنا، وما أنسى هذاك اليوم كنا عند خوالي، وأبوي اتصل بواحد من خوالي بحكم عمله وإنه له سلطة هددهم، وخوالي تجنبا للمشاكل قال لأمي خلينا نودي العيال لأبوهم، وهو بالنهاية يعني أبوهم ما رح يضرهم. أمي كانت تبكي وتترجاهم واحد واحد، تقول لهم أطفالي تعب عمري، يعني كيف تبغوني أعطيه كده بسهولة، ورح يعيشون مع زوجة أب ظالمة، والدموع وقتها مثل المطر وإحنا بس نبكي. أخذنا واحد من خوالي البيت أبوي، واستقبلتنا مرة أبوي بالوجه الخبيث المبتسم وتقول خلاص خلاص يا روحي لا تبكون، بكرة أخلي أبوكم يوديكم لأمكم. وكنا إحنا أغبياء وما نعرف إنها قاعدة تكذب علينا، وإنها هي السبب كل اللي صار. أول كم يوم حنونة وطيبة، تدريجيا إلين طلعت حقدها كرهها لأمي، وبدأت إنها تضرها فينا وتنتقم منها. طبعا أنا وقتها كنت طالبة في الصف الخامس ابتدائي، كانت لما تشوفني أقعد أقرأ وذاكر تقول لي قومي غسلي ملابس حق أخوانك، أنا مو خدامة، والصباح لما يجي ما أروح المدرسة إلا إذا غسلت المواعين. يعني هذه الأشياء كلها قاعدة تصير وأخس من كذا، وأتوقع أنتم تقدرون تتخيلون تعامل مرة أب حقودة وما تخاف الله. أحيانا لما أبوي يروح لعمله تطلعنا برا البيت وتقفل الباب، وقبل وقت رجعت أبوي من عمله تخلينا نتسبح وندخل. طبعا أنتم الحين تسألون أبوكم فين عن هذا كله؟ أبوي كان في عمله وقت عمله من الصباح إلين الليل، يعني مو موجود، ولما يرجع إحنا نخاف إننا نقول له لأنه إحنا بالنهاية أطفال. وكان كل أسبوع يجون خوالي ياخذونا ونروح عند أمي نقعد عندها يومين وبعدها يرجعونا عند أبوي، وكانت هذه اليومين ننتظرها ساعة ساعة. طبعا إحنا كنا نسولف لأمي عن تعامل مرة أبوي، وأحيانا لا لأنها كانت تنهار، وهي أصلا منهارة بالذات في اللحظة اللي لازم إننا نرجع عند بيت أبوي، عيونها وقتها ما توقف بكى، وبصراحة ولا إحنا بس نبكي. وبدت المشاكل تزيد وتشتكي مننا لأبوي وتقول له أولادك مأذيني وما هم مطيعين لي، وإحنا صرنا نقول له اللي قاعدة هي تسويه معانا. وأبوي وقتها قرر إنه يرجع أمي علشاننا، وفعلا رجعها وتزوجوا، وما أحكي لكم قد إيش فرحنا، وكأنه حياة جديدة لنا وصرنا عايشين مع أمي. بس عبالكم إنها خلصت المشاكل؟ لا يعيني، بالعكس، لأنه لما رجع أمي مرة أبوي انجنت، وصارت كل ما يجي أبوي تقول لأبوي إنه أخويا يدخن، ومرة عني أنا أني أكون طالعة للسوق لوحدي، وإحنا والله من المدرسة للبيت، ولما كنت أرجع من المدرسة ما أشيل راسي من الأرض، أخاف لأحد يشوفني ويقول لأبوي. وبسبب الضغوطات النفسية أنا تركت دراستي في مرحلة المتوسط، وكان هذا أغبى قرار اتخذته في حياتي، كان عمري 13 سنة، وطبعا من يوم دخلت 13 سنة يجوني خطاب ما أعرف ليش، مع أني طفلة أنا ما أدري إيش يحسون فيه. وبداية عمري 14 سنة تقدم لي ولد عمي ورفضته، طبعا أمي كانت تخاف إنه لا تجي مرة أبوي وتقنع أبوي ويزوجني واحد من أقاربها. وقبل ما أدخل 15 سنة رجع تقدم لي ولد عمي، وكانت الصدمة إنه في واحد ثاني تقدم لي من أقارب مرة أبوي، وأمي هنا رجع عليها شريط الماضي كله، خافت إني أعيش اللي عاشته، وأقنعتني إني أوافق على ولد عمي اللي أنا رفضته، وقالت لي ولد عمك منك وفيك وأحسن من إنه يكون واحد ثاني. وبكثير من الطرق حاولوا يقنعوني، بالبداية كنت رافضة، بس وقتها كمان كنت طفلة، واقنعوني وتزوجت، وهذا ثاني أغبى قرار أنا اتخذته. وأثناء الخطبة كانوا نوعا ما مقصرين معاي، بس عذرنا قلنا تكاليف العرس والخطبة وما طلبنا شيء زيادة، تزوجت وتم كل شيء بخير. بالبداية كان كل شيء حلو، بس كنت أحس إني أبغى أمي، ما كنت فرحانة، أبغى أرجع لأمي، كنت أتخيل إنها كم يوم بعدين أرجع لها،
وإنه يخلص الموضوع ده، بس لا والله شكل الموضوع هذه المرة جد. زوجي ما كان يدرس ولا موظف، كان يشتغل في أعمال حرة يعني باليومية، وما كان عنده راتب، ياخذ يومية بس. وأهله كانوا عائلة كبيرة في بيت متكون من 3 غرف، حرفيا ما كان يكفيهم، تخيلوا 13 شخص في البيت. وبدت المشاكل. طبعا أنا ما أنكر أن زوجي يحبني، بس ما كان يعرف يعبر عن حبه، وآخر اهتماماته أنه ما يهمه راحتي، بالعكس كان يهمه راحة أهله، أهم شيء عنده أهله. ولا تقولون أني أنا الحين أنانية وأكره أهله، لا ورب الكعبة، بالعكس كن أحن عليهم وأقول له أمك وأخواتك وأذكرهم بكلمة طيبة وبمبلغ مالي حتى لو كان بسيط. بس تخيلوا أني إذا بروح مكان أو حتى لو أروح المستشفى لازم أمه معاي في كل شيء في كل مكان، وأي حاجة تصير يقول لأمه، يعني ما في أي خصوصية، ما عنده أي أسلوب معاي، كلام وإهانات. حرفيا أنا تعبت، صرت ما أطيقهم ولا أطيق نفسي، وكنت في كل شهر أروح لأهلي بس ما كنت أقول لهم شيء علشان أمي لا ينشغل بالها علي، لأنه كافي اللي فيها، وكنت أعيش يوم حلو ويوم مر. وحملت بعد سنة من زواجنا وجبت ولد، بس إنه الموضوع بدأ يزيد عن حده وصار يضربني على أتفه الأسباب قدام الكل. طيب كرامتي وين؟ طبعا ما كان عندي جوال، حتى لو أبي أكلم أهلي واتصل عليهم أتصل من جواله، لأن بقاموس حياتهم اللي عندها جوال بتجيب لهم العار وممنوع. بس طبعا بناتهم عادي. وبعد فترة حملت وجبت بنت، طبعا أهلي تحسن وضعهم وأبوي صارت علاقته مع أمي تمام، والحمد لله استقروا. ومع التراكمات النفسية اللي جتني صرت أشتكي لأمي والأختي وكانوا يواسوني، بس شافوا إنه الوضع زايد عن حده قالوا لا تسكتين، خذي حقك، وإن ما قدرتي إحنا موجودين. تدرون لما يجي يضربني ما يعطيني الجوال أتصل في أهلي، وكثير تفاصيل صعبة. وبما إنه ولدي 3 شهور كل الأمهات يعرفون إن الطفل في هذا العمر يكون نومهم نظامهم ليل نهار نايمين، وفي نفس الوقت صاحيين يسهرون ويلعبون ويبكون ويرضعون، وهذه التفاصيل الكثيرة. وكانت هذيك الفترة دمار نفسي، سهر بالليل غير ولدي وبنتي وشغل البيت وأهل الزوج اللي ما يعذرون ولا يقدرون تعبي، وزوجي كان نايم وأنا كنت ألاعب بنتي وسهرانة معاها. وقامت تبكي بنتي وقمت أسوي لها رضاعة، وأخوها صحي من بكاها وقام يبكي، وسويت له رضاعة وعطيته، ورجعت إلا وما أحس إلا بضرب على راسي وبطني، ضرب بحقد، صرت أبكي وأصيح أبغى أعرف إيش السبب. وزاد الضرب، يقول لي أسكتي لما أضربك لا تبكين، يقول أهلي راح يصحون من صياحك. وفعلا أهله قاموا وجوا لين عندي وخرجوه عني وسألوه ليش ضربته، شوفوا الرد السخيف، تافه الإنسان اللي ما عنده عقل ولا عنده رحمة ولا عنده شيء، يقول لهم إنه أطفاله أزعجوه وصحوه من نومه، قهرني حقيقي قهرني، يقول أبغى أنام وهذول بس يبكون. بعدها قلت لأهله أنا مالي قاعدة في بيت ولدكم، ولدكم هذا إنسان ما هو صاحي، أنا تعديت جميع مراحل الصبر، ومن الصبح تودوني لأهلي، وجاء الصباح هو راح لشغله وأنا جمعت أغراضي كلها وأغراض عيالي، بس ما حد رضى يعطيني جوال وأكلم أهلي، قالوا يجي زوجك واتصلي على أهلك، إحنا ما لنا دخل. وانتظرته لما جاء قلت له بتصل على أهلي، وضربني من جديد ضرب بدون رحمة، يعني ما رحم إني ضعيفة، ما رحم إني أنا مسوي عملية ولادة. بعدها اتصل على أهلي وجاء أبوي وأخوي وخذوني، بس إنها صارت نقاشات وكان أسلوب زفت مع أبوي، وأبوي قال ما عاد لك رجعة عنده ولا لك قاعدة معاه. وقعدت عنده شهر وهو ما بقى لا طريقة ولا شخص إلا وحاول إنه يرجعني له. وبعد إلحاح مو طبيعي أبوي قال جربي يا بنتي لعل وعسى الولد انصلح حاله، وترى الولد يحبك وكلنا شايفين هذا الشيء. قلت له والله يا أبوي إني أنا أدري إنه يحبني، بس أبوي طبعه ما بيغير وأنا أعرف وما راح يتغير. وبعدين رجعت له وكأنهم كانوا ينتقمون مني، زوجي أعطى كلمة إنه ما يمد يده علي وما وفق بكلامه، وصار يضربني على أتفه الأسباب. شهرين ما تغير، بس زاد التعامل سوء، آخر مرة ضربني كمان ضرب قوي لدرجة إنه بقى أثر على جسمي وعلى وجهي. وقتها راسلت أختي بالسر وكان زوجي نايم لأنه ما بيعطيني جواب، قلت له قولي لأبوي يجي ياخذني. والآن أنا عند أهلي لي سنة، هو لا سائل عن أطفاله ولا درى عنهم غير مرة واحدة، حتى كمان ما يرسل لهم مصروف ولا كأنه عنده أطفال. الآن أنا قدمت على الدراسة وبكمل دراستي إن شاء الله المتوسطة والثانوية، وبكون سند لأطفالي وما أخليهم يحتاجون لأحد. الله يحفظ لي أهلي وأبوي، كانوا بمشكلتي واقفين لي سند، والله يحفظ أمي ويجازيها خير على صبرها، ويحفظ لي إخواني. وقبل هذا كله أنا ما أقول إني أنا ما غلط، أنا مليان أغلاط، يعني حالي حال أي إنسان يغلط في الحياة، بس والله إني ما قصرت لا مع زوجي ولا مع أهله، وما كنت أستاهل هذا التعامل، كنت دائما على نيتي وما عمري قصرت معاهم. الله يعينك ويكتب لك كل خير. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة. اذا عندكم قصص وتبوني اقولها ارسلوها لي على الانستغرام.